ايوه يا دكتور، اقسم بالله لا اجيبهم لك بكره. انا مش اديتك كلمه خلاص هنفذها، مالكش دعوه، مهما يكون المبلغ كبير هجيبهم لك. هجيبهم لك. كلمت في التليفون؟ لا، بس انا سامعه الجرس وسامعاكي. اه لا يا بت، ده واحد كان بيعاكس، بس ما تقلقيش عليا، انا بقى اديتهم له وعرفته مقامي. ده انا سمعت شويه كلام. ماشي. ايوه يا دكتور، معلش.